أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا يمكن أن أعيد كل ما تقدم أذكر الإخوة ابدأ من حيث انتهيت في الحصه السابقه، هذه الحصه مرتبطه تماما بالحصه السابقه وكذلك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الحصه اللاحقه ايضا هي تتميم للحديث في التنبيه السابق. وصلنا الى بيان وجه عدم جواز الاحتياط اللي هو في التنبيه السادس. عدم جواز الاحتياط مع التمكن من استكشاف الواقع يقينا الوجه يقول ان الاحتياط مع امكان استكشاف الواقع يلزم منه تكثر الامتثالات الاحتماليه بلا مبرر فاذا شك في القبله يصلي اربع صلوات شك في الثوب الطاهر والنجس ايضا يصلي مره بهذا الثوب مره بهذا الثوب. طيب عندنا اربعه فيصلي في بالثوب النجسي بالثوب المشكوك الى هذه الجهه ثوب الاول ثم بالثوب الثاني. الى الجهه الثانيه بالثوب الاول وبالثوب الثاني. الى الجهه الثالثه بالثوب الاول الثاني الثالثة بالثوب الأول الثاني. فمن جهه الثوب المشكوك يصلي يكرر الصلاه. ومن جهه جهه القبله يكرر الصلاه. فتكرار هنا مضاعف، هنا اربعه فتكون الاحتياطات ثمانيه. وهذه الزياده في الاحتياطات لا مبرر لها، حيث انه يتمكن من استكشاف الثوب الطاهر. فيأخذه يصلي فيه، كم صلاة احتياطية؟ أربعة. إذا كان المنشأ في عدم جواز الاكتفاء بالاحتياطي مع التمكن من العلم هو لزوم التكرار الإضافي، لزوم الزيادة، هنا في المسألة السابعة تقديم العصر المسانخ للظهر، ظهر قصر عصر قصر ظهر تمام عصر تمام لا يؤدي الى زياده فالمنشا هنا غير موجود الدليل الذي سبب القول بعدم جواز الاحتياط مع امكان استكشاف الواقع لا ياتي في التنبيه السابع في مسالتنا وهي تقديم العصر فلا يلزم ان يصلي تمام الظهر احتمالاته ثم يبدا باحتمالات العصر لماذا لان تقديم العصر لا يلزم منه تكرارون وتقدم في الحصه السابقه ان تفريع المباني يكون على اساس ادله تلك المباني مثل مثال البيت فيمكن ان يكون عندنا مبنى عدم جواز تهديم البيت ولكن يتفرع عليه فروع مختلفة ويختلف فيها الفقهاء مع انهم اتفقوا على عدم الجواز ولكن اذا تبدلت بعض الظروف تبدلت الرؤية راح يتبدل الحكم راح يختلفون هذا مجرد مثال لتوضيح الفكرة ولا ما ينطبق تماما على ما نحن فيه فقط لبيان انه التشقيقات التفريعات مبنية على أدلة الأقوال هذا على أنه يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب هذا بيان لقوله في الصفحة السابقة أم يكفي فيه فعل بعض المحتملات محتملات الأول اللي وسطر الثالث قبل الأخير بناء على هذه الطبعة يعني بيان لوجه القول الثاني قدم وجه القول الثاني ثم يرجع يبين وجه القول الاول اللي هو يعتبر في صحه الدخول كذا. على كل قال مبنيان على انه هل يجب مراعاه ذلك من جهه نفس الواجب المنشا الذي جعل القوم في التنبيه السادس يقولون انه لا يجوز الاحتياط فيما يمكن استكشاف الواقع فيه ما هو؟ ان كان المنشا هو التكثير هنا ليس عندنا تكثير. من جهه نفس الواجب فلا يجب إلا إذا أوجب إهماله ترددا في أصل الواجب إذا أهملنا هذا المقدار يعني العلم التفصيلي إذا أهملنا ستزيد عندنا الاحتمالات فلا يجوز إذا ما تزيد عندنا الاحتمالات يجوز إذا أوجب إهماله ترددا في أصل الواجب فلا يحق له كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين طهر النجس إلى أربع جهات فراح تصير الصلوات الاحتياطية بدلا عن أربعة راح تصير ثمانية بسبب التردد بين الثوبين النجسين فإنه يوجب ترددا في الواجب اللي هو الواجب الواقعي زائدا على التردد الحاصل من جهة القبلة فكما يجب رفع التردد مع الإمكان يجب تقليله مع الامكان اذا هو يتمكن اساسا يسال عن الثوب الطاهر والنجيس فيرفع هذا المقدار يسال عن جهه القبله فيرفع حتى الصلاه الى اربع جهات نعم قالوا يجب ذلك المبنى اللي يقول بالوجوب قالوا يجب لماذا؟ لانه اذا ما يسال كم صلاه راح يصلي؟ اذا ما يسال عن جهه القبله سيصلي اربع صلوات اذا يسال كم صلاه يصلي؟ صلاة واحدة يسأل عن جهة القبلة فيصلي اليها. فعدم السؤال عن جهة القبلة يجعل الصلاة الواحدة أربعة. وهذا التكثير غير جائز مع إمكان التقليل. وعدم السؤال عن الثوب يجعل الأربعة ثمانية. فإذا ما يتمكن من السؤال عن القبلة فيصلي أربعة. إذا احتاط في الثوب راح يصير ثمانيه، إذا يتمكن من السؤال راح يتمكن من التقليل فيلزم التقليل قدر الامكان. أما إذا لم يوجب إهماله إهمال المراعاة، إهمال العلم لم يوجب ترددا زائدا في الواجب هي تبقى أربعة ظهر قصر، ظهر تمام. عصر قصر، عصر تمام. كيف ما يؤديها هي تبقى اربعه ولا يوجب الزياده فلا يجب السؤال ولا يجب الاستكشاف اليقيني كيف الاستكشاف اليقيني في هذه المساله يصلي الظهر قصرا ثم يصلي الظهر تماما فراح يصير عنده تيقن بانه قد ادى الظهر ثم بعد ذلك يدخل في العصر اما اذا صلى الظهر قصرا ثم صلى العصر قصرا ما حصل عند اليقين صلى بعد ذلك الظهر تماما حصل يقين من الظهر صلى العصر تماما حصل يقين من العصر فهنا تقديم العصر قصرا على الظهر تماما فيصلي الظهر قصرا وعصر قصرا هذا ما راح يسبب شيء ما راح يسبب تكثر فلا يجب تقديم الظهر تماما كما فيما نحن فيه فإن الإتيان بالعصر المقصوره مقصوره يعني مقتطعه يعني ركعتين بعد الظهر المقصوره من سنخ واحد لا يوجب ترددا زائدا واحتياطا زائدا وأداء وامتثالا زائدا تكرير تكرار في غير محله على التردد الحاصل من جهه القصر والتمام. احنا عندنا تردد من جهه القصر والتمام إذا يستطيع يسأل هو التردد من جهة القصر والتمام يخلينا نصلي أربعة اثنين ظهر اثنين عصر إذا يستطيع أن يسأل أنه أنا تكليفي قصر وتمام راح يصير بس اثنين واحدة ظهر واحد عصر فيجب لأنه تقليل فيجب التقليل قدر الإمكان أما إذا ما يتمكن فراح يصير عنده أربعة من جهة التقديم والتأخير راح تبقى الأربعة أربعة فالتقديم والتأخير ما يضر فإن الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة مباشرة ظهر قصر، عصر قصر ما يؤدي إلى زيادة شيء، لا يوجب ترددا زائدا وعبادة زائدة وتكرارا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر والإتمام، لأن العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كان هو هو مسافر وتكليف القصر صلى ظهر قصر وصلى عصر قصر. فاذا كان مسافر في الواقع الى هنا تم وقد صلى ما عليه في الواقع ونفس الامر. لان العصر المقصوره ان كانت مطابقه للواقع كانت واجده لشرطها، ما هو شرطها؟ اللي تقدم وهو الترتيب ان تاتي بالعصر بعد صلاه الظهر ولا يجوز تقديم العصر على الظهر، وهنا فعلا هو اذا كان مسافر تكليف القصر صلى الظهر قصرا ثم صلى العصر قصرا وتحقق الترتيب وهو الترتيب والتأخير على الظهر الترتيب على الظهر يعني الترتيب والتأخير على الظهر الترتيب بينهما مؤخرا العصر على الظهر وإن كانت مخالفة للواقع هو كان حاضر وليس مسافرا وصلى الظهر قصرا ما لها واقع لها أهمية في الواقع صلى العصر قصرا أيضا نفس الشيء بعد ذلك عندما يصلي الظهر تماما هاي صلاة الظهر الحقيقية وهي متقدمة على العصر والعصر, والعصر متأخر عنها ويصلي العصر تماما والحمد لله هناك يكون قد أدى ما عليه واقعا وإن كانت مخالفة للواقع لأنه حاضر لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعي فيصلي الظهر قصرا هو حاضر ما يدري بنفسه طبعا شاك احنا نعلم بانه حاضر نفترض حاضر صلى الظهر قصرا لا لا شيء صلى الظهر تماما بعدها حصلت الظهر صلى العصر قصرا هذا العصر قصرا مجيئها بعد الظهر تماما هذا الى اثر الى دور الى اهميه لا إذا كان هو في الواقع حاضر وليس مسافر يصلي الظهر قصر ثم يصلي الظهر تمام أو يصلي العصر قصر ما يفرق من جهة العصر ما يفرق شيء وإن كانت مخالفة للواقع صلاة العصر قصرا إن كانت مخالفة للواقع لأنه حاضر وليس بمسافر لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الرباعية ما, ما ينفع ما تأثر شيء لأن الترتيب إنما هو بين الواجبين الواقعيين إذا افترضنا حاضر الواجب الواقعي ما هو الظهر تمام والعصر تمام فالترتيب بينهن هو المهم أما أنه العصر القصر القصرية وإحنا مفترضين هو واجب التمام فهي العصر تقع قبلهن تقع بعدهن تقع وسطهن ما هو تأثيرها هي ما ما لها واقعية لكن هو في الواقع هو يجهل إحنا نفترض أن نفترض هو حاضر وليس بمسافر فالصلاة الواجبة عليه هي صلاة الظهر رباعية طيب العصر الثنائية شو وقت يوقعها ما يفرق لأن الترتيب بين الظهر والعصر اللي هي الظهر والعصر الواجبات عليه واقعا فإذا كان تكليفه هو القاصر وقد أدى الظهر قصرا ثم المباشرة العصر قصرا فقد أدى ما عليه يبقى الرباعيات لا شيء وإن كان تكليف الرباعية هاي الثنائية العصر الثنائية يريد يقدمها يريد يأخرها شيء فرق ومن ذلك يظهر إلى هنا ما دخل في الوجه الثاني لا زلنا في الوجه الأول قد يعترض على الوجه الاول الذي يقول بالجواز يجوز اداء العصر المسانخه للظهر بعدها مباشره فياتي بظهر ثنائيه وعصر ثنائيه ثم ظهر رباعيه وعصر رباعيه او ظهر رباعيه وعصر رباعيه ثم ظهر ثنائيه وعصر ثنائيه ما يفرق المهم انه يستعجل بالعصر المسانخه للظهر فيأتي بظهر وعصر من شكل واحد، ثم بظهر وعصر من شكل واحد. الذي قال بالجواز، لماذا قال بالجواز؟ قال لأنه اني امنع من تكثير الاحتياطات، مشكلتي في التكثير، وهنا لا يوجد تكثير، هي اربعه اربعه. هنا يعترض عليه باعتراضين او اعتراض واحد مركب من من شقين. الاعتراض يقول او الاعتراضان يقول انه عندما يصلي الظهر الاولى لان عند ظهرين ظهر قصر ظهر تمام عندما يصلي الظهر الاولى هل هو جازم بانه قد امتثل الواجب الظهر الواقعيه هل يقطع بانه قد امتثل الجواب كلا هو متيقن بان الظهر قد وجبت عليه صحيح دخل وقت الظهر فوجبت عليه صلاه الظهر ولكن هل هي الثنائيه او الرباعيه لا يدري فصلى واحده فقط نفترضها الثنائيه فهو متيقن من التكليف وهو وجوب صلاه الظهر وشاك في الامتثال هل هو امتثل او ما امتثل؟ تكليف يقيني وامتثال ظني مكلف بالظهر المردده بين القصر والتمام وصلى واحده فقط قصر مثلا لعله هي واجب الواقع ولعله ليست هي واجب الواقع فهنا عندنا استصحابات الاستصحاب الأول يقول الذمة كانت مشغولة بصلاة الظهر هذا اشتغال يقين يقين سابق ثم نقول الذمة أفرغت من صلاة الظهر ظنا شكا لعله أفرغت ولعله لم تفرغ لعله قد امتثل ولعله لم يمتثل صلى بس ثنائيه بس قصر فلعله امتثل الواقع ولعله لم يمتثل الواقع فعندنا يقين بالاشتغال وعندنا شك في ارتفاع الاشتغال متى يرتفع الاشتغال بالامتثال هو امتثل او ما امتثل لا ندري نشك انه امتثل او لا لعله ما امتثل لعله صلاه الرباعيه هي الواجبه فيقين سابق بالاشتغال وشك لاحق في ارتفاع الاشتغال فنستصحب الاشتغال. نستصحب ان الذمه لا زالت مشغوله. هذا استصحاب الاول. سميه الاشكال الاول او الشق الاول من الاشكال. الاستصحاب الثاني قبل ان يؤدي هذه الصلاه الثنائيه، صلاه الظهر الثنائيه كان قد ادى؟ الجواب كلا. لم يكن قد ادى. لم يكن قد ادى الواقع الواقع ما مؤدى بعد ان صلاها نشك في الاداء وعدم الاداء نستصحب عدم الاداء لم يكن مؤديا الان ايضا نقول لم يكن مؤديا قبل ان يؤدي هذه الصلاه ما كان قد ادى الواقع الان بعد ان ادى هذه الصلاه هل ادى الواقع او لا نشك فنستصحب عدم اداء الواقع وبالتالي وبالتالي هذان الاستصحابان يثبتان أنه لم يصلي الظهر هذا الإشكال يقول مو كلام المصنف هذا هذا الإشكال يقول الاستصحابان استصحاب الاشتغال واستصحاب عدم الأداء يثبتان أنه ما صلى الظهر فإذا كان ما صلى الظهر على أساس يأتي بالعصر لا يجوز له أن يأتي بالعصر فمن خلال هذين الاستصحابين نثبت انه اذا صلى الظهر ثنائيه اثبتنا انه ما صلى الظهر الى الان، فعلى اي اساس ياتي بالعصر ثنائيه؟ وقد اثبتنا انه ما ادى لا يحق له الاتيان بالعصر، هذا الاشكال. المرحوم المصنف يجيب عن هذا الاشكال. نقرا العباره. ومن ذلك يظهر عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الإشتغال بالظهر، لأنه ذمت قبل أن يصلي هذه الثنائية الظهر الثنائية ذمت كانت مشغولة نعم الآن بعد أن صلى الثنائية نشك أنه ذمت مشغولة أو لا نستصحب الإشتغال هذا الاستصحاب الأول الاستصحاب الثاني وعدم فعل الواجب الواقعي قبل أن يؤدي هذه الثنائية كان ما ما أدى نعم قطعا لم يكن مؤديا الآن بعد أن أدى الثنائية هل أدى الواقع؟ نشك أنه أدى الواقع أو لا نستصعب عدم أداء الواجب الواقعي فإذا مقتضى هذين الاستصحابين أنه لا يحق لك الإتيان بالعصر الاستعجال والإتيان بالعصر بعد هذه الظهر يجب أن تؤدي الظهر الثانية حتى تقطع بأنك قد أديت الظهر ثم تأتي بالعصر قصرا والعصر تماما فكأنه هذا اعتراض على الوجه الأول الذي يقال يجوز تقديم العصر المسانخ للظهر صلى الظهر قصرا يصلي العصر أيضا قصر ثم يصلي الظهر تماما ويصلي العصر تماما فهذا اعتراض عليه المصنف يقول هذا الاعتراض غير وارد لماذا؟ وذلك لأن المترتب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواقع هو عدم جواز الاتيان بالعصر الواقع فمثلا مثلا التفتوا أحبتي لهذا المثال شخص كان في منطقة مشكوك أنه سفر أو حضر في هذه النقطة كان ويشك أنه سفر أو حضر فما هو حكمه؟ حكمه الجمع فصلى الظهر فقط صلى الظهر فقط ثنائيةً اصلا ما ما جاب العصر ولا احتاط صلى الظهر ثنائيه قصرا ثم ركب سياره وبسرعه وصل الى بيته، لا زال الوقت موجود، لا زالت الشمس موجوده. هنا ياتي هذا الاستصحاب. طبعا بالنسبه لصلاه العصر شو تكون؟ قصر او تمام؟ وصل إلى بيته فصلاة العصر مو صلاة الظهر صلاة العصر قصر أو تمام قطعا صلاة العصر تمام طيب إذا انتهينا صلاة العصر رباعية ولكن نأتي إلى الترتيب نسأله أنت فقط في في المنطقة المشكوكة صليت الظهر ركعتين فهل أديت الواجب؟ قل لا أدري لا أدري هل أديت الواجب ولا لا كانت ذمتك مشغولة هل فرغت الذمة الآن؟ لا أدري نقول نستصحب الاشتغال اليقيني سبع فراغ اليقيني كانت الذمة مشغولة الآن الذمة مشغولة ما كنت قد أديت نستصحب عدم الأداء إذا في هذا الفرض لا يحق له الاكتفاء بتلك الركعتين عن الظهر والاتيان بالعصر مباشرة لأنه العصر واحدة بعد ما عندنا عصرين اللي هي الرباعية هذا صحيح هذان الاستصحابان ينفعان في هذه الصورة في صورة ما لو أدى الظهر البشكوكة بين الثنائية والرباعية أداها ثنائية مثلا أو أداها رباعية مثلا المهم أداها بشكل واحد ووصل إلى بيته الآن يريد أن يصلي العصر يقال له ما يحق لك الصلاة العصر لأن العصر متأخر عن الظهر وهذه العصر عصر واقعيه بعد ما عندنا تردد في العصر العصر واقعيه فما يحق لك تدخل بالعصر الواقعيه الا ان تتيقن من الظهر وانت غير متيقن من الظهر الاستصحابات تقتضي انك ما صليت الظهر فارجع صلي الظهر الان تماما والحق العصر بها هنا تنفعنا هذا الاستصحاب في هذه الصوره وذلك لأن المترتب على هذين الاستصحابين على بقاء الاشتغال وعلى استصحاب عدم فعل الواجب ما هو المترتب؟ عدم جواز الاتيان بالعصر الواقع وهذا مسلم وهذه القضية نحن نقبلها في هذه الصورة اللي شرحتها الآن ولذا راح يضرب مثال مختلف ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ماذا يفعل؟ يؤدي الظهر بعد هو في في المنطقه المشكوكه ما ما ذهب الى بيته في المنطقه المشكوكه يؤدي ظهرا واحده اللي هي خلينا نقول ثنائيه ثم يؤدي العصر الثنائيه والعصر الرباعيه بعد ذلك ياتي بالظهر الرباعيه قطعا ما يجوز لماذا للاستصحابات لانه عندما ادى الظهر ثنائيه ما ندري انه امتثل الواقع او ما امتثل الواقع فما يجوز ان ياتي بالعصرين العصر الثنائيه والعصر الرباعيه ويبنيهن على الامر المشكوك انه ما معلوم هو ادى الظهر فما يبني العصر عليها تماما هذا ما يجوز صحيح نقبل هذا الكلام وكذلك المثال اللي ذكرته ولذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر الثنائيه والرباعيه بانيا هذه الاحتمالات على احتمال واحد من الظهر والثنائيه مثلا فياتي بالثنائيه لوحدها وياتي بالعصر الثنائيه والعصر الرباعيه ثم يأتي بالظهر هنا له لعله الظهر الأخيرة هي الواجب وتكون العصر قد تقدمت عليها وهذا المحتمل إذن في, في, في هذا في هذا الفرض نقبل كلامكم الاستصحاب ينفعنا ولكن فيما نحن فيه ما ينفعنا لماذا؟ لأن العصر التي أداها بعد الظهر اللي هي من سنخ الظهر صلى الظهر قصرا وصلى العصر قصرا هاي العصر هي العصر الواقعيه؟ لا ما ندري العصر الاحتياطيه العصر الاحتياطيه ماكو مشكله خليه تتقدم فان كان هو مسافر فقد ادى الظهر اولا وقد ادى العصر بعده ما عنده كل مشكله وان كان حاضر فهو بعد هذه العصر سيؤدي الظهر رباعي ويؤدي العصر رباعيه فالاستصحاب ما يضرب هذه المساله ولا يتعارض مع هذه المساله وهذا المحتمل اللي هو العصر المسانخة للظهر المتقدمة يعني متقدمة على الظهر الثانية ومباشرة ملاصقة لظهرها عصر ثنائية أو ظهر ثنائية عصر ثنائية او ظهر رباعية عصر رباعية من سنخ واحد وهذا الاحتمال هذا العصر المتقدم غير معلوم من انه العصر الواقعي العصر الواقعي ما يجوز يتقدم اما هذا الاحتمال يلحق بصاحبه كلاهما ثنائيه كلاهما رباعيه والمصحح للاتيان به هو المصحح لاتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشك وجريان الاصلين فيه اساسا الظهر الثانيه لماذا ياتي بها؟ لماذا ياتي بالظهر الثاني؟ لأنه الظهر الأولى مشكوكه أنه أدت أو ما أدت، فيأتي بالظهر الثاني، فالاستصحابات هي التي تقول له أدي الظهر الثاني إذا أديت ثنائية أدي بعد الظهر رباعية، فالظهر الثانية على أي أساس يؤديها؟ لهوا ولعبا أو احتياطا؟ احتياط هذا العصر ايضا احتياط فالذي يجعله يحتاط ويؤدي عصرا ثاني، أه، ظهرا ثانيه هو الذي يجعله يحتاط ويؤدي عصرا اولى بلا فرق العصر الاولى احتياطيه والظهر الثانيه ايضا احتياطيه هذا الاستصحاب الاشتغال هو خلاه يؤدي هاي الاحتياطات ثم بعد ذلك يؤدي عصرا فهي احتياطيه خلي نعم يؤدي العصر الواقعية بعد الظهر الاحتياطية ما أما ظهر احتياطية وعصر احتياطية ثم ظهر احتياطية والمنشأ للاحتياط هو هاي الاستصحابات فالاستصحابات تقول له أدي عصر الاحتياطية وأدي ظهرا بعد احتياطية وأدي عصر احتياطية تقدم التأخر لا يتعارض مع هذه الاستصحابات والمصحح للإتيان به هو المصحح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه مع الظ... معه هذا حتى هذا ال... حتى العصر في الشك وجريان الأصلين هذا العصر مشكوك هذا الظهر مشكوك ثم الظهر الثاني أيضا مشكوك كلها هي مقتضى الاحتياط إن شاء الله توضيح الفكرة أكثر توضيح العبارة أكثر والدخول في القسم الثاني والشق الثاني القول الثاني سيأتي مع بقاء الأمر والتوفيق في الحصة اللاحقة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد